مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من استشارات. حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على شروط تأسيس فروع للشركات الأجنبية في بريطانيا. إذن سنتعرف عن هذه الشروط، ما هي الشروط القانونية التي يجب اتباعها لممثلي الشركات لافتتاح فروع لها في داخل الأراضي البريطانية، وأيضا سنتعرف على ما هو دورهم القانوني والواجبات عليهم. أيضا سنتعرف على كيفية الحصول على التأشيرة، تأشيرة الدخول إلى بريطانيا عبر ممثلي الشركات. كل هذه المحاور سوف تشرح لنا بالتفصيل المحامية نادية البزاز من مكتب ساريسنز من لندن. أهلا بكم وبكل استفساراتكم خلال هذه الساعة، وبالتالي نرحب بكم ونرحب بك يا نادية. طبعا هذا الموضوع يهم أكثر طبعا المستثمرين والذين يريدون افتتاح فروع شركات من الأم في أي بلد كان إلى بريطانيا. أول حاجة يعني عرفينا من هم ممثلي الشركات؟ ممثلين الشركات هم إذا شركة موجودة شغالة خارج بريطانيا فتبعثهم بالنيابة عنها لأجل أنه تأسيس فروع أو فرع للشركة الموجودة. الفرع طبعا تأسيس داخل بريطانيا. نعم. وأيضا هذه تشمل حال أيضا الصحفيين والإعلاميين اللي الصحفيين والإعلاميين أيضا. نعم. هم يعني يعتبرون جزء من هذا القانون. نعم. إذا دار الصحافة أو وسائل الإعلام تحب أن تبعثهم، تلفزيون، نعم. إذاعة، نعم. صحيفة، نعم، يبعثوهم كممثلين هنا حتى يفتحون فرع بالنسبة لهم. نعم. يمثلهم. شيء جميل. طيب يعني حابين نعرف بداية، إذا هناك في خطوات قانونية، إجراءات لابد استيفاء شروطها، الأوراق اللازمة اللي هي تعتبر نقطة البداية لأخذ التأشيرة، ما هي؟ الأهم شيء أنه بالنسبة للشخص أنه اللي المبعوث عنه لازم يقدم أنه أوراق تثبت أنه هو عنده وظيفة، أولا هو موظف في الشركة. نعم. الأم، وبعدين لازم يقدم انه او يثبت انه هو يقدر يستطيع ان يعين نفسه وعائلته داخل بريطانيا. بعدين ايضا لازم يبين انه هو المنصب اللي حاليا اللي عنده في داخل الشركة الام منصب عالي، واللي يخوله انه يصدر قرارات وتعيين فصل او اتخاذ قرارات داخل الشركة. وطبعا لازم يكون مبعوث بس لأجل أنه يمثل الشركة ويأسس لها فرع في داخل بريطانيا، وليس أنه يشتغل في مع شركة ثانية. نعم. أو يحاول حتى يأسس شركة ثانية جديدة. نعم. أو شركة غير حتى لو كانت إله، يعني يكون هو ملزوم بهذه الشركة الأم. نعم. اللي هي في أي بلد كان. نعم. ليفتح فرع لها في بريطانيا بالضبط. يعني نعم. المهمة الوحيدة اللي جاي هي يكون انه هو جاي حتى يأسس هذه الشركة او الفرع للشركة الام. نعم. او طبعا لازم يعرف عنده خبرة وعنده عن الشركة فعالياتها. نعم. ام الدورة خطة العمل او المشروع. اي فالأوراق تبتدي اللي يحتاج يقدمها طبعا جواز سفره في الأول، وبعدين لازم يبين أنه مثل ما خبرتك أنه يقدر يعيل في بريطانيا هو نفسه وعائلته، فهذه تتضمن أنه لازم يقدم كشف حسابات وكشف أيضا بالراتب. نعم. اللي احنا نسميها payslips. نعم. أنه يبين من كشف حسابه بالبنك أنه عنده مبلغ معين أنه يقدر يعيله هو وأفراد عائلته. تمام. داخل بريطانيا في هاي المدة اللي يسكن فيها. وبعدين أيضا لازم يقدم
تقرير عن الشركة اللي تشمل دور الشركة، فعالياتها، أيضا ممتلكات الشركة وملكياتها، يعني شنو عندهم موجودين، وأيضا كشف حساب عن الشركة حتى الأم، إحنا نتحدث نعم عن كلها الأم، عن الأم لأنه هدفه هو من هذه الفيزا تأشيرة أنه حتى يفتح لها فرع للأم. نعم. قبل ما يفتحها، قبل ما يأسسها، بس هو جاي مبعوث من عن طريق شركة الأم حتى يفتح الفرع. وبعدين لازم أيضا يبين أنه يجيب ورقة من الشركة، يقدم ورقة أنه يضمن أنه هو فعلا موظف في شركة الأم وفي منصب عالي، ويخوله أنه يتخذ قرارات بالنيابة عن الشركة. وأيضا ورقة أو رسالة ممكن يعني يدمجها هي كلها المقررات، بس أيضا ورقة من الشركة الأم تؤيد أنه هو مبعوث من هذه الشركة لأجل أنه تأسيس هاي المهمة مالته يعني. نعم. فبالإضافة إلى هذه كمان أيضا ما ننسى أنه امتحان اللغة. امتحان اللغة موجود في كل نعم. تأشيرة. نعم. أيا كانت. نعم. باختلافاتها سواء داخل أو نعم. خارج. كيف هذه المرحلة؟ هل هو أيضا لما نعم. يقدم ممكن أي شخص أو الشركة ممكن يعملون يتصلون بالسفارات البريطانية اللي موجودة خارج البلاد على نعم. البلد اللي هم موجودين، فيدلوهم أو يعطوهم رقم تليفون على المكانات اللي يعني أو المدارس الجهات اللي هي تعطي تسوي الامتحان وتعطيهم نعم. هذه الشهادة، لأنه نعم. لازم يكون موثوقة ومستند من السفارة البريطانية. نعم. وطبعا الامتحان فقط يعني للسؤال أنه يكون في يعني في مش في بريطانيا، قبل دخول طبعاً أكيد لبريطانيا في بلده. نعم. أحيانا إذا هو عنده عالة صحية مثلا فممكن يأخذ ورقة من الطبيب أو شيء. نعم. أو أحيانا إذا هو كان الشخص أو الشركة كانت في بلد أنه اللغة الرسمية هي الإنجليزية، فبالحالة ما يحتاج أنه يقدم نعم. الامتحان. أو إذا كان الشخص عنده مثلا ماجستير أو عنده دراسات دكتوراه نعم. بس باللغة الإنجليزية. نعم. هل هذا يشمل أيضا العائلة مرفقة معه؟ لا، بالنسبة للعائلة لا، لأنهم حيكونون تابعين للمقدم الطلب. نعم. بعدين بالإضافة إلى هذه، في طبعا مثل ما خبرتك في بعض دول لازم أيضا يجيب شهادة عدم إصابة بمرض السل. أيوة. يجيب عقد قد عمل لازم أيضا أنه يشمل أنه دورة في حيكون دورة في أو مهامته في بريطانيا، زائدا راتبة، وبعدين شو اختصاصه وشو المهمة اللي حيقوم بها داخل بريطانيا. نعم. بالإضافة إلى هذه لازم يقدم كل شهادات بالخبرة في مجال الصناعة، وبالأحرى أيضا خبرته في الشركة نفسها. نعم. هل يعني إحنا نعرف أن للتقديم هذا الطلب شروط، يعني أبرز هذه الشروط برأيك نادية، يعني ما هي كقائمة أولى يضعها؟ أهم شرط أنه لازم يكون هذا الشخص مدير رتبة عالية. نعم. أو سمعة عالية، وهو ممكن يتخذ قرارات وليس بس مستثمر وعنده نسبة عالية من الأسهم يعني. نعم. هنا هذا لازم الكثير من الناس ينتبهون عليها، لأنه في أحيانا مستثمر نفس الشيء يكون عنده بس هو لا عنده خبرة ولا عنده أي شيء يعني بالتفاصيل وفعاليات الشركة، بس كل اللي ده يصير إنه هو مستثمر وعنده نسبة عالية من الأسهم. فبهالحالة هذا الشخص ما راح للأسف يعني ما راح يستطيع إنه يجي أو يطلب التأشيرة على هال
على هذا الأساس. نعم. طيب يعني هل الشروط الأخرى أيضا تعتبر مهمة مقارنة بهذا الشرط الأساسي للحصول على التأشيرة؟ طبعا مثل ما خبرتك لازم الدورة، وبعدين يبين أنه هو جاي مو كوسيط حتى يسوق الشركة، هو لا موظف ولا دور مهم في شركته، وجاي على أساس أنه يفتح الـ يعني أو يأسس الفرع للشركة. بالنسبة للصحفيين والإعلاميين لازم أيضا أهم شيء لازم يثبتها بالإضافة إلى كشف الحساب أنه يدرعين، لأنه ما لهم حق يطلبون أو المساعدات داخل بريطانيا بعد ما يحصلون التأشيرة. أنه لازم يكون يبين أنه عنده عقد عمل طويل الأمد فمن الجهة اللي بعثته، وحيمارس هنا بدور الصحافة والإعلام داخل بريطانيا. هذه أهم وأبرز المتطلبات والشروط الموجودة. طيب بالنسبة ذكرتي للصحفيين والإعلاميين، هل هي أيضا تمشي معهم بنفس الشروط ونفس القوانين؟ طبعا أم فيها اختلافات؟ الشرطين الأهم، الاختلافات اللي موجودة طبعا بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ما يحتاج يبينون أنه هم عندهم سلطة أو نفوذ عالي بالشركة، أنه بحيث يقدرون يعني يعملون أو يصدرون قرارات. يمكن أغلبها بيكون عندهم فروع كمكاتب، هل هو المقصود بهذا هو؟ نعم. مكاتب تابعة لشركات صحافة أو تلفزيون بالضبط مثلاً. أحيانا حتى الصحفيين أو الإعلاميين، وأنت أدرى بالموضوع، نعم. يعني ممكن يجي حد من غير ما يكون عندهم مكتب أو يأسس، بس المهم أنه ممكن يقوم بمهمة عملية عنده، نعم. كتصوير بس لازم أو غيرها بالضبط، أو مثلا يصدرون بعرف يعني فيلم أو شيء شهر، نعم. يسوي، نعم. فلازم يكون عنده عقد من طويل الأمد من هذه، يعني ما يفيد إنه شهر شهرين ثلاثة هي صحيح. فمن أي شركة أو دار الصحافة أو الإعلام، وبعدين ممكن يظل مستمر عليها. أيضا هو يتمتع بنفس أيضا القوانين التي يتمتع بها ممثلي الشركات، نعم. من بعد، نعم. من إقامة وتمديد وغيرها، نعم، نفس الشيء، نعم. وأيضا لازم يقدم تقرير كامل وشامل عن الشركة وفعالياتها وشو الأملاك والملكيات، نعم. الشركة وحساباتها، عن العمل أيضا عن المهمة، نعم. الصحفية والإعلامية، نعم. عن دار الصحافة، نعم. نعم. عن المصدر اللي أو الدار اللي أو شركة الإعلام اللي بعثته، نعم. لازم يقدم تقرير عنهم إنه شو الأعمال اللي هم يمارسوها، نعم. بالنسبة هنا إنه ما هل يدققون في المشاريع أيضا، في مشاريع التصويرية أو الوثائقية أو الأفلام هو أو هكذا يعني. طبعا بالعقد العمل اللي حيقدمه، اللي هو اللي من واحدة من الأشياء، طبعا أي عقد عمل وانت مثل ما تعرفين انه يكتب دور او شنو الوظيفه، نعم. المهمه اللي هي موكله للشخص اللي معطي العقد العمل، وطبعا حتشرح انه راتبه وايضا الاشياء اللي مسويها. فيستحسن انه اي شخص المقدم يعني انه يبلش بالتحضير 3 أشهر قبل ما يبدي يقدم على الطلب. على الطلب اللي هو للسفارة، نعم. هذا ما تقصد؟ يعني لو فرضا هو يعني عنده نية أنه نفرض أنه يجي في مارس مثلا، فيستحسن يبدي من كانون الأول، أو يبدي من يعني 3 أشهر من قبل موعد اللي هو مقرر أنه يجي أو يكون متواجد، نعم. المفروض أنه لازم تكون مدة كافية قبلها يعني، نعم. وهي 3 أشهر اللي أفضل شيء كتقديم، نعم. وتجهيز، نعم. للأوراق الكافية، نعم. طيب يعني مدة الانتظار بعد ذلك حتى يحصل على التأشيرة؟ حسب اللي يعني متعارف أنه هي تأخذ إلا 4 أسابيع، بس تعرفين يعني أحيانا 3 إلى 4 أسابيع، بس نعم. أحيانا يمكن احتمال يصير تأخير إذا أوراق ناقصة، إذا أشياء سائرة، بس المتعارف عليها أنه، وأيضا الوزارة الداخلية
تقول إنه هو 3 إلى 4 أسابيع. طيب في أثناء هذه الفترة التي ينتظر فيها 3 إلى 4 أسابيع، هل عليه أي مهام يقوم بها؟ لا، بس ينتظر النتيجة. إذا يعني إذا قبل فيحصل على التأشيرة ويستطيع إنه يجي ويقوم بمهامته. نعم. تكلفة هذه التأشيرة هي تقريبا مثل ما تكلمنا سابقا إنه هي تكلفتين، أول الصحة وزائدا الرسوم التأشيرة. رسوم التأشيرة ما يعادل 546 باوند، أيوة، جنيه استرليني، اللي بس يعتمد على الدولة اللي مقدم بها. فهم لما يروحون طبعا ايضا هم لازم يسووها عن طريق الانترنت بتنمية الاستمارة، وايضا اخذ الموعد حتى لتقديم الطلب. فهناك حي بعد ما قبل ما يسوي الموعد، بعد ما يملي الاستمارة، فلما يحط الاستمارة فممكن هناك يبين انه ما يعادل 546 جنيه استرليني، بالإضافة إلى هذا طبعا رسوم الصحة. صحة. وأيضا هذه هم حتى على حسب، يعني هو لازم يدخل عدة مراحل فعدة أسئلة، فعلى حسب أجوبته يعين أنه هو على أي قدر. أو يعني هذه أي شركة لها خبراءها ونوريين، يعني يفضل طبعا في هذه حرجة ودقيقة جدا، إما يقبل الطلب وإما يكون عليه بعض علامات الاستفهام أن يراجعها أول محامي. ما رأيك بهذه النصيحة؟ يعني هو أما هذه المرحلة يعني تعتبر مرحلة عادية، ممكن أي مستثمر يقوم بتعبئة هذه الاستمارة بنفسه. يستحسن، لأنه مثل ما خبرتك يعني هسه تطرقت إلى التفاصيل اللي والأوراق اللي لازم يقدمها هي كثيرة. فدائما دور المحامي مهم في القضايا اللي تكون خصوصا متخصصة بالشركات والاستثمار، لأنه بالحالة أنه أي شيء ناقص أو شيء، نعم، أي خطأ ممكن يرفض الطلب طبعا، اكيد، وطبعا حيخسر التكاليف التاشيره. نعم. مثل ما كحال حال اي تقديم طلب. نعم. بس المساله دور المحامي انه اي يتابع مع المقدم الطلب ويهيئ الأوراق. يعني مثلا هو جاب عقد عمل، بس العقد العمل مثلا ما مكتوب عنه المدة، ما مكتوب عنه المهام، ما مكتوب عنها الراتب. نعم. أي شيء، فلازم يتابع المحامي كل الأوراق. طبعا هي المتابعة تكون من محامي داخل بريطانيا، بس المهم أنه يحاول أنه يعطي يسند المقدم حتى ويحاول أنه على قدر الإمكان أنه حتى طلب لا يرفض. بالتأكيد. طيب قبل أن يأتي الرد، كما ذكرتي في حالة الانتظار 3 إلى 4 أسابيع تقريبا جاءه الرد بالإيجاب، في هذه المرحلة ما هي واجبات التي تتسنى عليه؟ ما له وما عليه؟ الشيء اللي حيصير بعد ما ينقبل الطلب فحياخذ تأشيرة 3 سنين. فإذا هو كان مقدم مع عائلته فنفس الحالة، يعني هو وعائلته. نعم. أو كشخص لوحده فيدخل إلى داخل بريطانيا، وبعد هذه يبدي يأسس الفرع للشركة. نعم. ما ملزم بمدة معينة، بس المهم أنه يقوم بالمهام اللي مبعوث من أجله. في نقطة كمان نسيت أنه أخبرك بها، أنه أحيانا حتى الشخص المبعوث أو الممثل الشركة ممكن يأخذ مهام شخص مبعوث آخر. يعني لنفرض أنه شركة بعثت ممثل بالنيابة عنها حتى يأسس فرع لها، وهذا الشخص فشل بالمهمة، أو قرروا أنه لا يغيروا أو يبدلوا بشخص ثاني حتى يفتح هذه. فممكن الشخص اللي مقدم الطلب يثبت أنه رسالة أيضا من الشركة أنه هذا حيحيل محل الممثل السابق اللي موجود. ماذا سيكون وضع الأول؟ هل ستلغى
هنا تأشيرة دخوله؟ طبعا هو في حالتين، طبعا الممثل الأول حتلغى، أو يمكن احتمال أنه هو لغوا الشركة مهامة، فهو أيضا فلازم يرجع يعني، أو أحيانا مطلوب في شركة الأم أنه يرجع ويبدل بشخص ثاني. فطبعا الشخص إذا جاي بهذه التأشيرة في هذه المهمة وفي شخص ثاني بده يقدم على نفس المهمة ومن نفس الشركة، فأكيد هم حيلغون الشخص هذا الفيزا الأولى أو التأشيرة نعم الأولى. نعم يعني كما هو متعارف قبل أن ندخل تفاصيل طبعا التمديد والاستئناف وغيرها. طيب نأخذ اتصال من إبراهيم. اسمحي لي سيدة نادية، إبراهيم من موريتانيا، أهلا وسهلا بك، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل إبراهيم. عفوا إبراهيم الصوت غير واضح. لا لا الصوت غير واضح تماما، لا أدري إذا كان هناك في شو. طيب يا ليت إبراهيم تحاول مرة ثانية تعيد سؤالك، يبدو أن الاتصالات لديها مشكلة، أو تعيد الاتصال مرة أخرى أخي إبراهيم. شكرا على محاولتك. طيب كما ذكرت محامية نادية، المتعارف عليه تسجيل الشركات في بريطانيا، يعني هل صحيح أنه يعطي أو يتمتع بممثلي الشركات بحماية كاملة من القانون البريطاني للملكية الفكرية والمادية، وإمكانية أيضا الدخول بسهولة وحتى بدخول في الأسواق الأوروبية والعربية بشكل عام؟ يعني التأشيرة هذه متخصصة بس للمبعوث، أنه يجي هنا مهمة واحدة بس، أنه يفتح ويأسس فرع للشركة الأم فقط لا غيرها، ما إلى مجال أنه مميزات أخرى. لا أبدا، هذه الفرع هذا حيمثل أنه صورة من شركة الأم، نفس الأعمال، حتى لنفرض الفرع أو القسم اللي فتحها في بريطانيا إذا كان فعالياتها مختلفة عن شركة الأم فهذه حترفض، وهذا كله حيقدمه، يحتاج يقدم هذا التقرير بالتقرير اللي خبرتك، وايضا أيوة. بالرساله من الشركه نعم. الام انه تبين هدفها ومهامته في البلد. فاذا كان هذه اجى للبلد وشارك او بعد ما اسس الفرع من شركه الام وبدت انه تصير او مارس فعاليات او اعمال غير غير المهام التي هي مفروضه عليه او غير اعمال الشركه. احنا نقف عند هذه النقطه لنناقشها اكثر، ولكن ناخذ اتصال ادم. اهلا وسهلا بك ادم، تفضل. فيك والله، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل ادم. موضوعي هو برا الحلقه، سوري. يا ليت تعلو الصوت شوي. نعم موضوعي برا الحلقة. نعم تفضل، تفضل آدم. يزيد فضلك، شكرا. الله يخليك. والله عندي سؤال بسيط للمحامية. نعم. أنا جيت هنا على تأشيرة زيارة عائلية. وانتهت تأشيرتي وما رجعت على الجزائر. أنا من الجزائر. نعم. نعم. تعرفت على بنت من إسبانية. أيوة. وافقت على الزواج مني. سؤالي هل ممكن اتزوج هون في بريطانيا من غير ما ارجع الجزائر او لا؟ طيب هذا هو سؤالك، شكرا لك يا ادم. احنا راح نعم. تسمع الجواب بعد قليل ان شاء الله. شكرا لسؤالك ولاتصالك ايضا. ما رايك ممكن؟ أيوة. طبعا ممكن. في شغله بالنسبه للاوروبيين، واحنا تكلمنا بالحلقه صحيح. اللي كانت متخصصه للاوروبيين، هو في انه يتزوجها. طبعا القانون ما يفرض عليه انه يتزوجها، بس في حتى لازم اكو معاشره مع بعض، او معناه انه يعني ساكنين علاقة زوجية كاملة. نعم. نعم علاقه مع بعض وساكنين مع بعض. القانون الأساسي أو المقررات الأوروبية كانت في سابقا أنه تقول أنه لازم سنتين
اوكي او اكثر. بس هسه اللغه هذه الشيء ما دام يثبت انه هم كانوا مع بعض لفتره وساكنين مع بعض، يقدم فواتير، يقدم اشياء. نعم، عقد البيت. اي اي فواتير مثلا، تليفون، كهرباء، اي شيء. وما لها فتره زمنيه معينه يعني؟ لا، هم صحيح وزاره الداخليه دائما ترفض، لانه اغلبيه الاحيان تقول لك ما صار لكم او من سنتين او اكثر، بس عندنا انه القانون تغير، فدائما هنا يلعب دور المحامي. فبالنسبه لي لما تجيني هيك حاله، اني اباشر من أبعث الاستمارة مع الأوراق، أقول لهم إنه هذه القضية اللي بدت وصارت في صدد، إنه ما تحكم إنه لازم العلاقة تكون سنتين. ما دام العلاقة ثابتة وفيهم أشياء مستندات تثبت إنه العلاقة ده. بالنسبة إذا هو قرر إنه يتزوجها رسمي، أول إشي اللي حيسوون إنه لازم يروحون ويبلغون الجهة إدارة الزواج. إحنا يعني ما سألنا إذا كان هي يعني إقامته هنا شرعية أو غير شرعية. لا، هو خبرني، هو جاي زيارة وبعدين انتهت. هل هذه تعتبر معناته غير شرعية؟ بس مو مشكلة. نعم. لأنه هي أوروبية، فأي وقت يحب يقدم إنه ياخذ فيزا أو تأشيرة بقاء في بريطانيا على أساس زوجته أو رفيقته الحياة. أيوه. شركة الحياة. فبهالحالة هو عادي، يعني الباب مفتوح له سواء زواج أو غير زواج. فأنا طرقت وشرحت لك إنه إذا غير زواج. نعم. إذا قرروا لا يتزوجون وحبوا إنه فيروحون على مكان تسجيل الزواج، واللي إحنا نسميها الريجستري أوفيس، مكتب التسجيل. نعم، مكتب التسجيل الزواج. الحس القانون اللي صاير انه قبل كان سهل كثير، بس تغيرت القوانين، صار لها تقريبا من اكثر من سنه. اول ما يروحون يبلغون لازم يتصلون بمكتب التسجيل. أيوة. وياخذون يطلبون موعد. نعم. فلما يطلب الموعد الشخص في نفس الاثناء مكتب التسجيل يخبر الوزارة الداخلية، وهنا الإشكالية. نعم. في حالة إذا كان غير شرعي. نعم نعم. فحيجون فرأسا عندهم فرصة قبل ما يسجلون هذه، أنه رأسا حيستلم رسالة من الوزارة الداخلية تحدد له موعد هو وزوجته أو اللي حتصبح زوجته، أنه المقابلة ده. ف بهالأثناء لما يروحون في هذا الموعد المطلوب، حياخذوهم كل واحد على حدة ويعملون مقابلة معهم، حيسألوهم أسئلة شخصية عن الزوج، على متى تعرفتوا، أي غلطات، أي مثلا تناقض في المعلومات، تناقض في الأجوبة. نعم. أوتوماتيكيا الشخص هذا اللي غير شرعي بحالة آدم حيسجن ويحط في المعتقل. فبعد هذا لازم يلعب الدور المحامي، يتدخل. نعم. ويحاول إنه يقنع يعني الوزارة الداخلية إنه هذا الشخص لازم، لا العلاقة يعني ثابتة، العلاقة موجودة. وأهم الأشياء اللي نتطرق كثير من المقابلات اللي تحصل، طبعا هذه الشخص. نعم. الشخص ما موجود مثلا مترجم، ما حاطت لهم الوزارة الداخلية، فبالحالة ممكن ما فهموا السؤال جيدا. بعد هذه إذا رفضوا وظلوا يعني أنه هذه الحالة ما عندهم حق الاستئناف. نعم. فلازم نروح للمراجعة القضائية. نعم. اللي مثل ما خبرتك صحيح في الحلقة. نعم. هذه المراجعة القضائية تحاول أنه تخلي، لأنه هو الشخص لما يعتقل وينحط في السجن. نعم. ينتظرون حتى الوزارة الداخلية حتبعث رسالة أو تلكس إلى سفارة للشخص، بهالحالة مثلا سفارة الجزائرية بالنسبة لحالة آدم. نعم. فحيطلبون من عندهم أنه يصدروا لهم يا أما جواز أو جواز سفر مؤقت لترحيله. فترحيله.
ينتظرون بعد ما يستلمون هذا يرحلوا. فاحنا بهالاثناء الحل الوحيد له انه يستعين بمحامي او اي شخص اخر انه يحاول انه يوقف هذا القرار الترحيله. نعم. طبعا لازم يستندون على اي مصادر اوراق مستندات. طيب احنا نسمع النصيحه لادم او لغيره، لكن ايضا نشارك اتصال من الجزائر من حسن قبل ان ناخذ الفاصل. اهلا وسهلا بك حسن، تفضل. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت اطرح سؤال للاستاذة معك من فضلك. تفضل تسمعك. انا 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 ساكن في لندن، انا بريتش ومتزوج من جزائريه في الجزائر هذه مده 6 سنوات، وعندي معها اطفال 2، 1 4 و1 3، هم ايضا بريتش. دفعت المره الاولى في 2016 رفضوا لي لان قالوا رونج في اند رونج ابلكيشن. جت مره اخرى في ديسمبر لاست يير قالوا لي يور انكم از نوت انف تو برينج بارتنر اوفر سي. انا سالت محامي في لو سنتر بيكوز اي ام اون ديزابيلتي ليفن الاونس ام ايل بيرسون ماي تكنيك فور لونج تيرم، رفضوا لي ثاني مره. فحبيت اطرح السؤال للمحامي، يعني ما هي المشكله؟ ليش رفضوا لي مره ثانيه؟ حبيت تسألي أي سؤال؟ نعم. خليك حسن على الخط. نعم أسفة أستاذ حسن، ما فهمت آخر مرة شنو كان السبب؟ آخر مرة دفعت في 19 ديسمبر 2016 جاني ريفيوزل في 16 فبراير 2017، عشان يعني الشهر الماضي. نعم جاني ريفيوزل. نعم طيب، بس شنو السبب؟ السبب انا ما اشتغل. انا في ديزابيليتي ليفن الاونس، عندي هاي ديزابيليتي اند ميدل كير ديزابيليتي. ما استطيع اشتغل، ما استطيع اشتغل. نعم نعم. وعندما سالت اللو سنتر، يعني محامي في اللو سنتر، قال لي نعم انت معك حق لان انت في السكنس تاخذ ديزابيليتي. نعم. فانت exempt from financial requirement. نعم. فمع هذا رفضوني. نعم. طيب. وانت متاكد انه disability living allowance ولا employment allowance؟ لا انا عندي disability living allowance. اوكي. شكرا. طيب حسن، شكرا لاتصالك وسؤالك. بعد الفاصل أكيد راح تسمع الجواب من المحامية نادية البزاز من مكتب ساريسنس. إحنا ننتظر بعد الفاصل إن شاء الله ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، بقوا معنا وتواصلوا معنا خلال النصف الساعة الثانية. When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر، أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. الحوار مسيرة عقد.
تعلن قناة الحوار لمشاهديها عبر القمر الصناعي أتلانتيك بيرد على النايل سات أن بإمكانهم متابعة قناة الحوار عبر تقنية البث عالي الجودة HD من خلال القمرين الصناعيين عرب سات بدر 4 وهوت بيرد عبر الترددات التالية. حياكم مجددا مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. استشارات نصف الوقت طبعا راح نتحدث في اهميه او شروط تاسيس فروع الشركات الاجنبيه في بريطانيا. تحدثنا عن اهم القوانين والاجراءات القانونيه والخطوات للحصول على التاشيره، ومن ثم كيفيه ايضا تاسيس هذه الفروع من قبل ممثلي الشركات مع المحاميه ناديه البزاز. استمعنا لعده اتصالات واكيد راح نستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم القانونيه. اهلا وسهلا بك ناديه. طبعا جانا كان اتصال حسن من قبل، حتى حسن كان ادم. بشكل عام نصيحتك لادم وقرار زواجه في ظل يعني تداعياتها القانونية الجانبية اللي هي قد تكون نهايتها يعني كما ذكرتي هو التوقيف أو السجن أو إعادة ترحيل إلى بلده. نعم، وطبعا المفروض وأحسن الآدم بحالة آدم أنه لازم يقدم على التأشيرة يسوي زواج، بس قبل ما كل هذا يسوي انه يستشير بالمحامي حتى يدل على الطرق بالتأكيد. ويشوف اوراق اللي عنده اللي تسند قضيته. صحيح. فوبعدين ممكن يسويها بنفس الوقت، يعني يطلب موعد وزائدا يستعين او يستشير بمحامي، او يمكن يستشير بمحامي يشوف الاوراق بالضبط. وبعدين هو يرشده وينصحه انه مثلا شو الاشياء المتطلبه، وبعدين ممكن يقدم او الطلب ويقوم بالاجراءات يعني، ولكن بدون ما يكون في مخاطر نفس الوقت انه نعم. يقدم بالاجراءات اللي يمشي مع اجراءات الزواج. نعم يعني. طيب أعتذر عن المقاطعة، ولكن لدينا اتصال من بريطانيا من أنور، ومثما نعود الجواب أو إجابة على حسن من الجزائر. أهلا وسهلا بك أنور، تفضل سؤالك. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا عندي سؤال، بس ما بعرف أنه في موضوع الحلقة ولا لا. أنا تزوجت أوروبية وعملت أبليكيشن على EEA Family Number ومدة 6 شهور، الهوم اوفيس ردوا علي وعلى المحامي حكى معي وقال لي انه يور ابلكيشن سكسسفول، بس انا المشكله اني هسه بستنى في البي ار بي كارد بيوم ريزيدنت بيرميت، لهسه عندي مور ذان 1 مانث اند اي ستيل ويت فور ات. انا كنت عايز بس اسال انه كم وقت تستغرق باش اقدر اخذ الكارت بتاعي. طيب خليك لحظة أنور، خلي المحامية إذا في أي سؤال تحب تستفسر. صراحة الصوت كان ضعيف، ما فهمت علي أخ أنور إنه أنت قدمت على طلب الريزيدنس كارد تمام؟ أنا قدمت على زوجتي أوروبية. أها. أي نعم، بس شنو كان نوعية الطلب أو الأبليكيشن؟ كانت ريزيدنت كارد لو بيرمننت؟ أنا قدمت على ريزيدنت كارد. أنا نعم. قدمت على التأشيرة المؤقتة أو الفيزا المؤقتة. نعم. أنا كنت وضعيتي هنا مو قانونية، وتعرفت على زوجي وتزوجت بأوروبية، وهسه الهوم أوفيس هما ماي أبلكيشن إز سكسسفول. نعم. بس أنا في انتظار البي آر بي بيومتريك بيرمت ريزيدنت. أوكي. واضح. اي واضح. نادية. طيب انور راح تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا لاتصالك بعد قليل باذن الله. شكرا لك، الله يسلمك. اي اتصالات؟ طيب بالنسبه لابراهيم، بالنسبه لحسن عفوا من الجزائر، طبعا
رفض الطلب بسبب الإعاقة التي لديه. أنت سألتي سؤال نوع أو درجة الإعاقة. نعم، احنا تحدثنا يعني الحلقة السابقة نعم. اللي كانت على نفس الموضوع، انه اذا هواي ناس ما يعرفون الفرق هو احيانا الامبلويمنت ديسابيليتي الاونس تختلف عن ديسابيليتي الاونس الليفنج الاونس. وجه الاختلاف بينهما، الوجه الاختلاف انه الامبلويمنت معناته انه كان شغال بس لسبب ما وقف عن العمل، هسه ممكن اعاقة مؤقتة. نعم. أوكي، ففي الحال الحاضر ما يقدر يشتغل، بس مو معناته إنه في المستقبل أيضا ما راح. disability living allowance معناته إعاقة دائمية. أوكي، فهذا الشخص ما راح يقدر يشتغل أبدا. وبالنسبة لهذا الشخص عنده مميزات أكثر من الفئة الأولى طبعا، فلهذا نعم. هذا الشخص ما يحتاج أنه يكون الراتبة، يقدم أدلة أنه راتبة السنوي 18600، لأنه هو ما يشمل هذا القرار. بس بالنسبة للشخص اللي عنده employment living allowance، فللأسف هذا ما يفعل، فلازم ينتظر لحد ما يشفى من الإعاقة ويبتدي يشتغل مرة نعم. ثانية بعد هذا، ولازم يوصل الراتب السنوي إلى 18600. بعد هذا ممكن يقدم. طيب أنا لما سؤالي من الأخ حسن وقال لي إنه disability living allowance، هذا هو بالضبط يعني كلام المحامي اللي كان عنده كان كلام سليم، لأنه هذا ما يشمله، وهو غير محتاج إنه يثبت إنه هو يعني محتاج الراتب السنوي لازم يكون 18600. بصراحة أنا ما عندي النتيجة وما أعرف الأسباب الرفض، لابد يكون يعني أي. هناك، بس إذا كان هذا السبب نعم. ممكن أنه هذا الشخص سواء هو أو يستعين بالمحامي أنه يقدم عنده حالتين. أولا يقدم على المراجعة الإدارية اللي ذكرتها بالحلقة السابقة، أنه يطلب من الشخص اللي يقدم اللي رفض الطلب إعادة النظر ويقدم لهم بالأدلة. نعم. وإذا رفض ترفض أو ما ردوا عليه، ممكن يروح إلى المراجعة القضائية أو يحاول إنه هذا هنا يلعب دور المحامي، إنه يحاول إنه يكمل الأوراق أو المستندات اللي تدل إنه هو هذا الشخص عنده إعاقة دائمية وما غير قابل إنه يستطيع إنه يشتغل. طيب وجود أطفال، عنده أطفلين، هل هذا يعني وجود الأطفال استثناءات؟ وجود الأطفال حزيد أكثر الدخل السنوي عنه، يعني بدال على كل طفل حيزداد، يعني أول طفل حيكون 3000 وشوية، بعدين كل طفل 2500 بين 2700 بالضبط، فحتزيد الدخل إلى سر يعني الله أعلم هو كم طفل عنده، فحيصير يعني حيكون في الصرف تقريبا حيصير يعني خلينا نقول إذا حتى لو خمسة فحيصير 23,000 إلى 24,000 لازم يكون دخله سنوي. فبهالحالة يعني، وهي هذه المسألة اللي الناس أو المحامين اعترضوا طيب. وقدموا صحيح. اللي انفشلت إذا يعني بهذه الحالة اللي يبدو أنها شبه يعني لا أريد أن أكون أقول أنها مستحيلة ولكن صعبة، نصيحة القانونية له؟ أنا يستعين بمحامي، إذا عنده هو المحامي وعنده أدلة أنه هو disability living allowance نعم. فهو قراره صح تمام بالمليون في المية، ويستمر فيه. فمثل ما خبرته عنده حل، يعني أما يروح للمراجعة القضائية صح هي مكلفة أو شيء أيوة. أو يروح يقدم الطلب من أول وجديد. طيب بشكل سريع لأنه لدينا دقيقتين، أنور من بريطانيا. بالنسبة لأنور نعم. حتى يحصل على التأشيرة عموما، هو لما يبعثون النتيجة لازم خلال يعني أسبوعين يعطون هي التأشيرة أيوة. أو الفيزا بالكارت الفيزا، بس إذا هو تأخروا بالنسبة إليه ففي جهات يعني ممكن يتصلوا بالوزارة الداخلية ويأخذون القسم اللي تابع هي هاي الفيزا كارت البي آر بي ويحاولون يتصلون بها أو هو المحامي مالته.
إذا فشلوا خلال 6 شهور عدت، فبالحالة يستعين يسوي هذه رسالة الضغط اللي تكلمنا عليها بالضبط، بس إن شاء الله يوصل. طيب، وبالنهاية هو الأفضل أن يكون في متابع قانوني، محامي طبعا لازم المحامي هو اللي يتابع له الإرشادات السليمة والصحيحة. طيب في قبل أستاذة نادية، يعني إحنا تحت تأسيس للشركات الأجنبية في بريطانيا من قبل ممثلي هذه الشركات، تحدثنا عن حصولهم على تأشيرة الدخول وهي 3 سنوات. احنا نتحدث مدة الفترة التكاليف والإقامة الدائمة والاستئناف، يا ليت تدمجيها في أقل من دقيقة. إن شاء الله. التمديد طبعا بعد ما يأخذ 3 سنين ممكن تمددها إلى 2 سنين، بس الإضافات أنه يثبت أنه كممثل شركة أنه ما زال هو ممثل الشركة ونفس الشركة والقسم هذا الفرع. وبالنسبة للصحفيين وذنين ما زال العقد مالتهم أنه سائر المفعول، فبعد ما يأخذون 5 سنين ممكن يقدم على الإقامة الدائمية ونفس الشروط والأسباب على كأي تأشيرة. هي من ميزتها بس الإضافة إلها ونفس الأوراق اللي قدمها بالتمديد أو التقديم، بس إضافة إلى الحياة في بريطانيا، شهادة حياة البريطانية. وآخر إشي أنه ما لهم حق الاستئناف. شكرا لك يا محامية نادية البزاز من مكتب ساريسينز. طبعا العودة إلى المحامين والمستشارين القانونيين لأخذ النصيحة والإرشادات السليمة لتحقيق النجاح في أي طلب يقدم. كان موضوع حلقة اليوم شروط تأسيس فروع للشركات الأجنبية في بريطانيا من قبل ممثلي الشركات من خارج بريطانيا. يتجدد اللقاء الخميس القادم في موضوع جديد قانوني، انتظرونا وسننتظر كل استفساراتكم طبعا، وبالتأكيد سنكون في طبعا سنجيب على كل هذه الاستفسارات عبر أسئلتكم عبر الإيميل عبر طبعا الفيسبوك. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. طبعا احنا خلصنا. نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية، وفق ما أفاد مصدر قضائي. ونقلت وسائل إعلام محلية أن قيمة الأموال تبلغ نحو 20 مليون دولار. قتل 4 مدنيين وجرح 10 آخرون في قصف لطائرتين تابعتين للنظام السوري على بلدة كفرنيل بريف إدلب شمالية سوريا، وكان من بين القتلى 2 طفلين وامرأة، مشيرين إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض حتى اللحظة. دعت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد إقرار الكنيست قانون منع الأذان. وأكدت الوزارة أن ربط العالم العربي والإسلامي بلم الأرض يحمل رسالة مهمة تدمج بين القانون الذي ينتهك حرية العبادة وبين ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية. فتحت السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقا حول التسريبات التي أعلن عنها موقع ويكيليكس بشأن وسائل التجسس التي تستخدمها، ورفضت الوكالة تأكيد الوثائق المنشورة والتي تكشف تقنيات المؤسسة في تحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.